وهل بدأت القوات الروسية بالتقهقر والتراجع؟ كيف تفسر موسكو هذه النجاحات للقوات الأوكرانية والإخفاقات للقوات الروسية شرق البلاد في إقليم دونباس؟ صحيح يوجد هناك تراجع، وأنا يمكن أن أؤكد بأن كان هناك بعض الأخطاء لدى روسيا في تلك المناطق الأوكرانية ما سبب إلى هذا أو ما تسبب إلى هذا التراجع، ولكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أن هذه الأخطاء أو قد تؤدي إلى إعادة النظر إلى السبل والأدوات التي تستخدمها روسيا خلال هذه العملية العسكرية. الملفت للنظر هو أن نحن نتحدث عن العملية العسكرية محدودة، وأيضا ملفت للنظر أن بعد تراجع استهدفت محطة الكهرباء في مدينة خاركوف الأوكرانية، وما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كثير من المحافظات الأوكرانية. أنا أقصد بأن نحن لا يمكن أن نستبعد بأن روسيا التي تجنبت من استهداف بعض البنية التحتية في أوكرانيا، بطبيعة الحال بنية تحتية تستعملها أو يستعملها الجيش الأوكراني، قد يتغير الموقف الروسي الآن، فهذه بنية تحتية ستتعرض للضربات الروسية لأجل يعني إقامة عجز للجيش الأوكراني للنقل لتجنيد ولتزويد بالأسلحة وإلى ما هل هل تريد القول بأن القوات الروسية الآن ستتبع استراتيجية قتالية مختلفة عما كان عليه في السابق؟ يعني روسيا منذ 4 أشهر هي تقول بأنها الآن تحصر عملياتها في إقليمي دونباس شرق أوكرانيا، الآن هي تخسر في إقليمي دونباس. لا، نحن نتحدث ليس عن خسارة إقليمي دونباس، نحن نتحدث عن تراجع في محافظة خاركوف الأوكرانية للقوات الروسية. لا تزال القوات الروسية موجودة في كل من جمهوريتي دونيتسك وجمهورية لوغانسك الشعبية، فلذلك أنا بس أود أن أقول أن هذه الأخطاء التكتيكية لن تؤدي إلى الهزيمة الاستراتيجية على ما يبدو، الكل يدرك ذلك تماما، وكما ذكرت في السابق بل تلك الأخطاء فقط تدفع القيادة الروسية لإعادة النظر إلى السبل والأدوات إجراء العملية العسكرية. من جديد أقول روسيا، وروسيا كانت شفافة حول هذا الموضوع، روسيا قد حاولت يعني تقليص يعني حجم الدمار في أوكرانيا، ولكن حاليا أنا أعتقد أن كل الدعوات كل المحاولات للجلوس على طاولة الحوار مع الجانب الأوكراني لم تؤدي لحتى هذه اللحظة إلى النجاح، فلذلك أنا أعتقد أن في المستقبل القريب روسيا ستزيد ضغوطات العسكرية على الجيش الأوكراني وعلى بنية تحتية الأوكرانية، بنية تحتية التي بصراحة لم تتعرض لأي ضغوطات لأي ضربات بعد، فلذلك ربما نعم. نحن أمام انعطاف الاستراتيجي نعم كما تفضلتم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.